عيون النجمات تكشف شخصياتهم. ألف ليلة وليلة. حدثت لاصقة ملونة حملوا اسم ليلى وليلى أطلقتهم مجموعة مغربي لتحتفل بالجمال العربي، الحملة المستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة. صورت مع عدد من النجمات والمؤثرات في المنطقة تقمصوا شخصيات النساء الأسطوريات في الحكايات من خلال لون عيونهم. حسيتنا أنا لبس ألف ليلة وليلة، ألف لون ولون. والنجمات شاركوا متابعينهم بفيديوز من الكامبين عبر صفحاتهم الخاصة على السوشيال ميديا اللي قدرت تحقق انتشار واسع وتنال إعجاب الكثار. في عينيها عروبة من أجمل الخيال. فشفنا ستيفاني صليبة من خلال لون عيونها الرمادي الليلي بتمثل شخصية شهرزاد، أشهر شخصيات حكايات ألف ليلة وليلة. كل بنت عربية بقلبها في شهرزاد. المرأة العربية برعت أنها تظهر جمال عيونها، لأنه أنت وقت تحكي مع الشخص أول شيء بتطلع بعيونه، تغيير لون العيون هو مثل الميك اب، كيف كحل عيوني، كيف بغير الستايل تبع شعري، بتخافي منك تجربي شيء. فأخضر ثمين هو لون عدسات مثايل العلي اللي بنشوف إرادتها القوية بشخصية الملكة زمرد. فأصبحت ملكته العتيدة وحكمت بعدل مدين. أما عيني الأميرة مريم باللون الذهبي البحري فبيحكوا قصة الأميرة المحاربة اللي أصبحت من أشجع البحارة واختارتهم زين قطامي. I'm gonna tell the tale of Miriam, which is a sailor and she's a very powerful and strong woman that goes after her passion وبتعمل مستحيل لتوصل لوين ما بدها. وقت أحط عدسات ليلى وليلى بحس حالي كتبي ألف لون. وحكايات أسطورية بتحكيها عيون دنيا زاد باللون العسلي الشمسي اللي بتمثل الشجاعة والرقة. في قلبها رقة العسل وفي عينيها شجاعة وأمل. وباللون القمري الدافئ بتسافر الأميرة ياسمين تحت القمر وهي الشخصية اللي اختارتها تايدا تامر. It's a really beautiful way to express whatever it is that you have inside, especially for the Arab woman, the eyes give us the chance to really express what's on the inside. This is me, Jasmine, the traveler. ألف ليلة وليلة.